واتس اون ام تي في وجولي على ابرز البرامج اللي عم بتابعوها حاليا عبر شاشه الام تي في. ليله عيد الميلاد على الام تي في غير كل الليلات، ليله استثنائيه وحلقه مميزه او امسيه ميلاديه مميزه من تقديم زميلنا الي احوش وعنوانها كرمال الانسان. هاللقاء بيبدا مع معايده خاصه من البطريرك مار بشاره بطرس الراعي اللي رح يقدم معايده لكل اللبنانيين وين ما كانوا موجودين. من بعدها بننتقل لكنيسه مار اصطفين الاثريه بالبترون حتى نسمع اجمل الاغاني الميلاديه بسبع لغات مختلفه مع اكبر جوقات لبنان، جوقه معهد القديس رفقه المؤلفه من 165 منشد ومنشده بقياده الاخت مرانا سعد، واكيد بترافقهم فرقه موسيقيه. الممثل جورج خباز، الفنانة عبير نعمة، الاعلامي زاهي وهبي، رئيس بلديه جبال زياد حواط، والموسيقي خالد مزنر، كلهم راح يحكوا كاميرا الام تي في وراح يحكوا عن معنى العيد بحياتهم. وكمان بيتخلل هاللقاء جولي لكاميرا الام تي في بمختلف الشوارع اللبنانيه حتى نشوف انتم اللبنانيين كيف حبيتوا تعايدوا بعض بهالمناسبه المجيده. وكمان كان في اغنيه تم تاليفها وتصويرها خصيصا لهالحلقه من كلمات جورج خباز ومن الحان خالد مزنر، بتحكي عن تعلق الانسان بلبنان، الارض والانسان. كرمال الانسان بتابعوها ليله الخميس 24 ديسمبر على شاشه الام تي في. بعد الاخبار بنشوف سوا هالبروموسيون. كرمال الانسان على الام تي في سهرتنا، كمال الانسانيه بميلاده فرحتنا، دي من السماء مش سهل نفهمها، الله نازل على الارض كمل بابنه الوقت كله كرمال الانسان. بهالجنجل جمعنا مشاهدينا كل الاجواء اللي راح تشوفوها بهالليله الميلاديه المميزه على شاشه الام تي في. اما نهار الاحد او سهره الاحد كلنا على موعد مع حلقه جديده من سيلبرتي دويتس. عم نشوف لقاءات كثير مميزه بين الفنانين المحترفين وبين المشتركين، اوقات عم نضيع مين الفنان ومين الهاوي. راح نتوقف هلا مع جوله خلف الكاميرا خلال التحضير للمشتركين. والعاني اسبوع جديد من التمارين بعد لايف حافل. هلا اغنيتك شو هي؟ ميلي 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 وعلى الميلي ماشي. خلينا شادي طبعا بسيبها على الميلي التكنيك تبعه، وان شاء الله نقدر نحن نصيبها على المسرح على الميلي. هالاسبوع المشاهير مبسوطين باختيار الاغاني اللي رح يأدوها. هالجمعه الغنيه رح تكون بالغربه، عم بلعب بملعبي. عايشه ريبو موا نسقيك فنجان قهوة، نعمل لك تبولي تبولي من إيدي غير شكل يا حتكون، وساعتها بدي حس بالطعم الطيب أسام. أنا عم نقي ستيل خاص فيه. هلا صار عندك ستيل. إيه ستيل خاص وبنشوف الأكل ندخله. الكل مبسوط باختيار الأغاني، ولكن باسم علقان بالطبق. وصلت الطبقة الجديدة لأنه الطبقة القديمة كانت عالية كتير، وإذا أنا بدي أزعق لأوصلها بدي أطلع لفوق طبقة الأوزون، عرفتوا كيف؟ بجوز صوتي هو اللي تسبب بثقب طبقة الأوزون، شي ثقب كبير، لأنه بدي أطلع من هالليفل هيدا. وفهمكم كافي. كيتانو 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 يا رينغو باراتي فولاندو، يا جميلي يا جميلي يا جميلي. بوقت التمارين ماشي مثل الساعة، كان في ورا الكواليس عين عم بتراقب شو عم بصير. مبسوطين بحالهم كتير، جاي عليهم كبسة، اختي راحتهم أصلا هلا، هلا فرجيهم جوا. هالأسبوع حبة جو أشقر يطل على المشاهير خلال التمارين، فغنى معهم وزاد له الحماس. ميلي 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 يا حلوة مقابيلي، خلي خصرك يلوي يلوي تحت الجد ولي طاويلي. هيدي كانت أجواء تمارين المشتركين تحضيراً لحلقة الأسبوع الماضي من سيلبرتي دويتس. وبذكركم مشاهدينا أنه الليلة حلقة ميلادية من دول المشاهير، كونوا على الموعد بعد الأخبار على الام تي في. وكمان بذكركم أنه بنهاية حلقتنا بي وول اوف فيم رح يكون ضيفنا النجم السوري باسم ياخور، خليكن معنا. أما هلأ بريك قصير ومننتقل للمطبخ حتى ندوق الحلويات الشهية اللي حضرها شيف شارل.